ليبيا التي تعبق منها رائحة التاريخ ويتجلى فيها بهاء الجغرافيا. ليبيا البحر والجبل والسهول والأثار والبحيرات والعيون. ليبيا التي لا يفارقنا الأمل بأن تتعافى من أزماتها ومن الجائحة وتتجاوز هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه وتعود زاخرة بما حباها الله من ثروات. ليبيا المعطاءة عبر التاريخ. حفظ الله بلادنا. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج هنا ليبيا. قصة مواطن أمام قبر أمه. مدرسة الخروبة تعلم الصبر وتخرج الصابرين. مهرجان السلام في عاصمة السلام. أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة افتتاح مركز العزل ترهونة بداية الأسبوع المقبل بعد استكمال باقي التجهيزات الطبية. جاء ذلك عقب جولة وزير الصحة علي الزناتي في بعض المرافق الصحية بمدينتي مسلاتة وترهونة، وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. حسب بيان صحفي للوزارة، وخلال الجولة زار الوفد مركز العزل ترهونة، والذي وعد وزير الصحة في الزيارة السابقة بصيانته وتجهيزه تجهيزا كاملا. هذا وتم الاطلاع على مدى وحجم الجاهزية ومتابعة أعمال الصيانة والتجهيز القائم بالمركز. أكد مصدر طبي لقناتنا أن هناك تزايد في تسجيل الحالات المصابة بفيروس كورونا بمدينة طبرق، كما أن قسم العزل لا يتوفر فيه الأكسجين اللازم لهذه الحالات. مشاهدينا، عن آخر المستجدات حول الوضع الوبائي بالمدينة ينضم معنا مراسلنا محمد شحات. مرحبا محمد. محمد، ضعنا في صورة الوضع الوبائي، وما هي أهم المشاكل التي تواجه المواطن في رحلة العلاج؟ فرح، بداية هناك معطيات طبية تنذر بكارثة حقيقية. اليوم تسجيل أكثر من 10 حالات موجبة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مسح أجراه فريق الرصد والتقصي. مدير الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي الدكتور عدنان محيقن كان قد طالب مطالبة صريحة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بضرورة توفير الأكسجين اللازم، خاصة للحالات الموجودة الآن في مركز العزل داخل مركز طبرق الطبي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بعد تواصل مع السيد عدنان بودية مسؤول الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي، تحدث أن المدينة أو الرقعة الجغرافية الواقعة من مساعة شرقا حتى درنا غربا تحتاج لمصنع أكسجين سائل يقدم الأكسجين بصفة دورية، خاصة وأن المدينة تشهد حالات يعني تزايد ملحوظة في تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني هناك لربما خدمات ضعيفة جدا نظرا لعدم دعم الوزارة بشكل مباشر، خاصة في تقديم الرعاية الصحية للحالات الموجودة في مراكز العزل. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، حتى في إجراء يعني عمليات تطعيم موسعة خاصة للعناصر الطبية والطبية المساعدة التي تحتك يعني بشكل مباشر مع الحالات المصابة. نعم، مراسلنا محمد شحات من مدينة طبرق، لك جزيل الشكر لإطلاعنا على هذه المستجدات. عندما يقهر المواطن في وطنه وعندما يعجز عن إنقاذ من يحب، من المسؤول عما يحدث في مستشفياتنا؟ وإلى متى تبقى عاجزة عن تقديم العون للناس؟ وإلى متى تبقى محدودة الإمكانيات؟ فلنشاهد هذا المقطع مشاهدينا المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. مواطن ليبي يبكي بحرقة بجوار قبر أمه. نقدم شكوى للشعب الليبي. نقدم شكوتي للشعب الليبي ويتفرجوا فيها توا. هذه أمي دفنتها توا. كنت فيها في سفر وما في حد عدل علي.
خافي من كورونا ورث لكم الشهادة. مسح مرتين ثلاثة. أما تاعي بالك أنا مزور. سالي. نيجاتيف. ثلاث مرات دار الفحص ورد لكم وقلتوا لي ما نقدر ندير لك شيء. الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. جواره توا مع الله مش معكم انتم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا عندي شكوتي للشعب الليبي. كل الشعب الليبي يتفرج فيها توا. هاي دفنتهم يا صور القبر. هاي امي دفنتها. مشات بها 1000 كيلو. على اساس ان ما فيش دكاتره هنا. وانا عندي شكر نشكر مدير مستشفى غات. والله هو عندي 4 بومبليات اكسجين اعطاهم لي. قال لي هذه على حسابك. ما دام رجعوك من سبا وبعد مشيت معاهم عندي اعطاني 2 بومبليات نتاع الاكسجين. بعد رجعت قلت له راه ما استقبلونيش في سبا. قال لي مستشفى غات على حسابك. تفضل اعطاني 4 بومبليات اكسجين. قال لي حطهم عندك. ما نقدرش من ندير اللي غالب تفرجت عليها اللي خذاها من عند الله. هاي تو دفنت. اليوم انا دفنت يا شعب اللي تفرجوا. نحي القبر خلي يشوفوني دفنت امي. مش مصابه بالكورونا. عبارة تبدي دكتور بس يبي يخصها بيدير لها تحاليل بس. والشهاده هذه شهاده هذه. نيجاتيف. خاليه من كورونا. والله خاليه من كورونا والله. صورها مضبوط. صورها. خلي يشوف انا متلوحه ما ادري. كان هذي مش معترفين بهم يقولوا لنا. كان مش معترفين يقولوا لنا عليهم هذين. هذه شنو؟ مشاهدينا حول هذا الموضوع تنضم معنا زاهية علي مستشارة بناء السلام ومدير مشروع سيادة القانون في ليبيا. مرحبا سيدة زاهية. بداية أستاذة زاهية، ما فائدة النصوص القانونية في غياب التنفيذ في حال أراد المواطن تقديم شكوى ضد مؤسسة أو حكومة انتهكت حقوقه؟ أولا لا حول ولا قوة إلا بالله. مشهد تأثر به الجميع على صفحة التواصل وفي المنطقة وعلى هذا الرجل وقبلها العديد من الحالات التي تناقلها المدافعون على حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. نحن للأسف في دولة لا ترفق بضعاف الحال ويكون نقطة ارتكاز الإنسان. للأسف القوانين لدينا العديد من القوانين ولكنها للأسف غير قابلة للتطبيق. ولكن أكيد حياتي يوم تطبق هذه القوانين، ولكن المواطن نفسه لا يعرف هي الآليات التي بها يحمي بها نفسه من اللجوء إلى القضاء. يعني المواطن شفتي هذا الشخص الذي أصبح يسجدي وغيره الكثير يسجدون. يعني الحكومة أصبحت عائلة على المواطن بدل ما احنا نكون مطالبين بأنهم يحمونا ويحقون هذا حق العيش الكريم والرغد والحق في الصحة. للأسف تخاذلوا في أنهم أقل حق في المقع في الحق في نعيش في مستوى عالي من الصحة. فهذه القوانين للأسف هناك فجوة بين تطبيق هذه القوانين التي المفروض أن تكون هذه القوانين موائمة مع الاتفاقيات الدولية وحق الحقوق السياسية والاقتصادية ومن الحق الصحة التي الذي هو أساس حقوق الإنسان اللي من أجله يتمتع بالحقوق الأخرى مثل العيش بكرامة والمأكل والمسكن. هذه كل الحقوق أساسها الحق بالصحة. طيب سيدة زاهية، في رأيك ما سبب عزوف المواطنين على تقديم شكاوي رسمية؟ المواطن خلال هذه العشر سنوات للأسف أن احنا نشوف عدم تعزيز وصول المواطن للعدالة. ما فيش ثقة في الدولة أن في دولة حق وقانون. الدولة المفروض أنها تكون العين الساهرة على حماية هؤلاء المواطنين والسياج اللي يقي العلاقات الدولية العلاقات القانونية اللي المفروض تنشأ بين الأطراف وما يترتب عليها من آثار. إذا المواطن في ظل وجود وجود القضايا اللي موجودة خذا طابع أن هذه القضايا من الملل. القضايا موجودة، ما فيش محاكمة، ما فيش لجوء إلى القضاء، عدم تفعيل القوانين،
المواطنين ما فيش حل جذري، المواطن قاعد يعاني فيقول لك أنا مال، يعني أنا مال من نلجأ؟ فقد الأمل يعني، فقد الأمل من مش غير الموضوع الصحة ومش غير كل الحقوق، للأسف المواطن فقد إحساسه بالمواطنة. نعم، طيب أين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية من هذه الانتهاكات؟ بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني عندما أنشئت في ليبيا خاصة الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان، سواء الدفاع عن حقوق المرأة أو المهجرين أو اللاجئين أو حقوق المواطن العادي، في شأن تخصصاتها وسياستها تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان. أنت تعرف أن نحن كنا في تصحر، المواطن ما يعرفش المعنى مجتمع مدني، ما يعرفش المعنى حقوق واجبات والآليات القانونية والحقوق على مستوى التنفيذ الدولي، وأصلا حتى حقوق كقوانين يجب تطبيقها الوطنية ما يعرفش. منظمة المجتمع المدني عملت بجدية على الحد من هذه الانتهاكات والجرائم في جميع المدن ليبيا، طالبوا وعملوا اتحادات، مطالباتهم للنائب العام بفتح قضايا وفتح تحقيقات شفافة وعاجلة وتوفير حياة وعيشة آمنة لهذه المواطن، ولكن لا حياة لمن تنادي. يعني بالعربي للأسف أن فيه يعني المجتمع المدني قاعد يبذل في كل جهده، ولكن في وجود دولة تحاول أن تقود عمل المجتمع المدني، تارة ينسبوننا إلى الثقافة وزارة الثقافة، تارة يضموننا إلى الرئاسي، تارة انقسام في المجتمع مفوضية المجتمع المدني بين الشرق وغرب، وأخيرا تم الآن يسعون إلى ضمها تحت الحكومة، وهذا مخالف. يعني المجتمع المدني تعتبر سلطة رابعة تراقب عمل الحكومة وتراقب عمل ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد والرقابة الإدارية وتشجع. يعني يكفي أن المجتمع المدني في خلال 10 سنوات قاعد مؤثر في الرأي العام وقاعد له وجود. نعم نعم أستاذة زاهية، مفهوم جدا. أستاذة زاهية علي، مستشارة بناء السلام ومدير مشروع سيادة القانون في ليبيا، لك جزيل الشكر. عاد مطار لبرق الدولي للعمل بعد توقفه أعوام من العمل. عدسة برنامجنا تجولت داخل المطار ووثقت أول الرحلات به. العميد سالم عبد العالي بلطرش، مدير منفذ مطار لبرق الدولي. اليوم تم تسيير أول رحلة للخطوط الإفريقية من مطار لبرق، وتوجد كافة الأجهزة الأمنية متواجدة، كل جهاز طبعا فيها حسب تخصصه. المسافرين اليوم حتى هم برضه بارك الله فيه، ما فيش أي مسافر معهم مرافق، المرافقين طبعا ممنوعين من الدخول، كذلك الناس اللي ترجع في أي مسافر كلها متواجدة خارج البوابة الرئيسية. وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم فيها البرنيق وفيها الطيارة العالمية حتى إن شاء الله تسير الرحلات خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من هنا من داخل مطار الأبرق الدولي بالجبل الأخضر، حيث نتابع وياكم استقبال أول رحلة مسيرة هنا داخل المطار، والتي استقبلها مطار الأبرق الدولي قادمة من مطار معتيقة من طرابلس، وعلى أمل تكون هناك رحلة أخرى مطلقة اليوم بعون الله من هنا من مطار الأبرق الدولي إلى طرابلس. إلى الآن حسب ما فهمنا من إدارة المطار بأن المطار يسير حاليا أخذ الإذن بتسيير الرحلات الداخلية، على أمل تكون قريبا جدا هناك رحلات دولية. كل الأمور الحقيقة التنظيمية داخل المطار جيدة وجيدة جدا على المستوى الأمني، المستوى الأمني ممتاز، كل الأجهزة الأمنية متواجدة بشكل أكثر من ممتاز، أيضا الأمور التنظيمية كلها جيدة جدا من حيث الشركات المناولة الأرضية أو حتى الاستقبال أو حتى الأجهزة الأمنية كالجمارك وغيرها من الأجهزة التنظيمية أخرى داخل المطار، كلها تسير بشكل جيد جدا. الكل يتطلع، كل سكان منطقة جبل الأخضر في الحقيقة يتطلعون إلى أن تكون هناك فعلا رحلات دولية من داخل مطار الأبرق الدولي. لكم مني كل التحايا، محمد الشباح من داخل مطار الأبرق الدولي. مشاهدينا فاصل ونتابع حلقة هنا ليبيا. أشرفت منظمة المحامية بالتعاون مع مشروع شارب بالدعم من الاتحاد الأوروبي على تنظيم جلسة حوارية تحت عنوان تطبيق مبادئ سيادة القانون بالسجون الليبية بحضور عدد من المهتمين والباحثين بالجانب القانوني. مراسلتنا إسراء شكري ومزيد من التفاصيل. تطبيق مبادئ سيادة القانون في السجون الليبية،
تحت إطار هذا العنوان أقيمت جلسة حوارية التي أشرفت عليها منظمة المحامية الليبية بالتعاون مع منظمة شارب بالدعم من الاتحاد الأوروبي. طبعا جلسة اليوم هي جلسة حوارية بعنوان مبادئ تطبيق مبادئ سيادة القانون في السجون الليبية برعاية مشروع شارب. مشروع شارب طبعا هذا مشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود المجتمع لسيادة القانون، مشروع ينفد الليبيين من أجل الليبيين وحدهم فقط. هي عبارة عن أول جلسة حوارية مصغرة بإذن الله تتبعها 4 جلسات يتم صياغة مخرجات فيها للوصول لفكرة مشروع يمكن أن يكون مشروع حقيقي عشان يتم تنفيذه لمساعدة الحكومة الليبية في تطبيق مبادئ سيادة القانون، سواء كانت في السجون، سواء كانت في العدالة الانتقالية، سواء كانت فيما يتعلق بالمهاجرين، حقوق المرأة، يعني فيما يتعلق بالمبادئ الخمسة لسيادة القانون. دور السجون في الإصلاح والتأهيل وكذلك مدى صلاحية السجون للنزلاء من حيث المبيت والمأكل والمشرب والنظافة. وفي السياق أيضا تم المناقشة عن الآلية الموجودة داخل السجون من لحظة دخول السجين حتى خروجه. كل هذه المحاور تم مناقشتها من قبل مجموعة من الدارسين والباحثين بشؤون المحاماة والمهتمين بسيادة القانون. طرقنا للوضع السجون داخل الأراضي الليبية. طبعا في البداية احنا كأجهزة شرطة قضية اشرفنا اشراف مباشر على السجون من الناحية الإدارية ومن الناحية الفنية، طبعا تحت اشراف وزارة العدل. طبعا هناك بعض المشاكل، بعض الصعوبات تواجه العاملين داخل هذه السجون. طبعا زي ما نعرف ان اغلب السجون داخل الأراضي الليبية سجون متهالكة. طبعا كانت من ضمن التوصيات هي توصيات الحكومة الليبية بالإشراف على المؤسسات بإنشاء مؤسسات نموذجية تطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤسسات يقدر العاملين داخل هذه المؤسسات أن فعلا يطبق قانون رقم 5 بشان مؤسسات الإصلاح والتأهيل. طبعا هذا القانون يعتبر من أفضل القوانين على مستوى العالم. خرجت هذه الجلسة بعدة توصيات مهمة، منها وضع آلية على النهوض بسيادة القانون والعمل على تحسين نظام وعدالة صائبة داخل السجون الليبية. إسراء شكري، قناة WTV، طرابلس. سنشاهد الآن تقرير عن مدرسة تقع في بلدية جردس العبيد جنوب الجبل الأخضر بمنطقة الخروبة. تسع عدد 120 طالب، ولكن الطامة الكبرى أن ما ستشاهدونه على الشاشة لا علاقة له بمقرات التعليم ولا العلم. ولن تصدق ما سترى، ولكن هل وزير التعليم لديه علم بأن هذه المدرسة تتبعه ولها حق الاهتمام والصيانة؟ يا سيادة الوزير، متابعة طيبة لهذا التقرير الذي أعده مراسلنا محمد الحاسي. معظم دول العالم عندهم التعليم الركيزة الأساسية في النهوض ببلادهم، لكن عندنا في ليبيا مدن معينة فقط اللي فيه اهتمام ولو جزء بسيط في المرافق التعليمية. الضريبة هنا يدفعها الطالب والمدرس في القرى البعيدة واللي الدولة مش مدورتهم ومش مقدمت لهم ولا حاجة. وفي التقرير هذا نبي نحكي لكم على مدرسة زرتها من يومين وتفاجأت بيها، وحطيت الذنب علي كصحفي قعدت نقول كيف مش ناقل الصورة من سنين. لكن بعد قعدت مفكر اتذكرت مشاريع وزارة التعليم وكيف كانوا يتبادلوا في المناصب بداية من النظام السابق لليوم هذا. الصورة اللي تشوفوا فيها هي إحدى المدارس الموجودة في بلدية جردس العبيد جنوب الجبل الأخضر، وبالتحديد في منطقة الخروبة اللي تضم قبيلة العبيد رفاق المختار، مدرسة المجاهد الشهيد عبد الحفيظ اللقيح. مدرسة بنوها للمنطقة عام 1981 علشان يعلموا عيالهم. المدرسة فيها مراحل ابتدائية وإعدادية وتضم 120 طالب وطالبة وفيها كادر وظيفي ممتاز. فهل يعلم وزيرنا الموقر بهالمدرسة؟ طبعا لا، لأن أولاد الوزير يقروا في مدارس خاصة وفي اللي يقرأ خارج ليبيا ومش حاسين بمأساة الليبيين. WTV محمد الحاسي، الخروبة. مشاهدينا، حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير المدرسة عبد الوهاب عبد الشفيع. مرحبا سيد عبد الوهاب.
بداية. أهلا وسهلا أختي. مرحبتين. بداية، هل خطبتم الجهات المسؤولة عن وضع المدرسة؟ ولو خطبتوها كيف كان الرد؟ والله خطبنا الجهات، وخطبنا وزير التعليم، خطبنا مسؤول قطاع التعليم بجردس العبيد، ناشدنا جميع الجهات الحكومية. نعم. منطقة خروبة منطقة مهمشة، مدرسة غير صالحة للدراسة، لا في فصل الصيف صالحة للدراسة ولا في فصل الشتاء صالحة للدراسة، مدرسة يعني مبنية بالمجهود الذاتي، التعليم مش حط عليها حتى دينار واحد، يعني كلها بالمجهودات الذاتية، قريب نديروا لها حتى صندوق تبرعات بيش نصينوها وبيش نهتموا بالطالب، ما عندهاش وين يمشي الطالب، يعني مدرسة والله الطالب ما بينش وبين الصبورة حتى متر، يعني في الفصل اللي قريب 3 متر في 3 متر. نعم. طيب. يعني مدرسة. نناشد الجهات الحكومية بزيارتها، ما أعتقد أن وزير التعليم مش حيبحث فيها بك، لأن حتى لو يشوفها ما يعتقدش أن هذه مدرسة. نعم. طيب، هل يواظب الطلاب مدرسة صينوا فيها بمجهوداتنا الذاتية، صينوا فيها من جيوبنا الخاصة، كان إنارة، كان حاجة متكسرة، كان أطفال ودائما تعرض للتكسير وتعرض لنيف، نشدناهم يحطون عليها ما من الغفارة اللي عندهم في طيب التعليم. سيد عبد الوهاب، خلينا شوية نحكوا على الطلاب، يعني هل يواظب الطلاب على الحضور اليومي والمدرسة بالشكل هذا، يعني تفتقد لكل المرافق؟ مواظبين الطلبة والطلبة، يعني أنت ممكن حتى العدد اللي أنتوا قلتوا عليه ما فيهاش، يعني العدد 120 طالب، لأن مدرستي أنا من أولى ابتدائي لسادسة ابتدائي، ما فيهاش إعدادي، عرفتي؟ نعم. والطلبة مواظبين، وفيها كادر وظيفي ممتاز، الطلبة في مستوياتهم التعليمية ممتازة، طلبة يعني فيها طلبة أذكياء حتى في المدن ما فيش. أنا حتى الأستاذ الأبلة اللي تعطي في مادة الإنجليزي يخلصوا فيها الطلبة من أولياء الأمور، يعني نشدناهم حتى بمدرس إنجليزي، نشدنا أني ما فيش ولا كينو حتى اللي تناشد يقول لك لا أدخلها المدرسة هذه. طيب، يعني بما أن المدرسة يعني تتبع وزارة التعليم سيد عبد الوهاب، يعني وتعتمد نتائجها من الوزارة بالأسم. نعم، لأن نتائج وزارة التعليم. نعم، لكن يعني علاش لم يتم زيارتكم من أي مسؤول حتى الآن؟ والله ما زرنا مسؤول ولا زرنا حد، ونشدنا وكلمنا، نشدنا الرقابة، نشدنا وزارة التعليم، أكثر من مسؤول قطاع التعليم في جردس العبيد هو اللي زور فينا، وما في يده شيء، مسكين ما في يده شيء، حتى هم يعانوا من مش، لكن يعلم الله أنها منطقة مهمشة، منطقة يعني منطقة تعتبر أنها منطقة حتى يعني فيها خدمات أخرى، فيها خدمات للجيش ممتازة، فيها خدمات مشروع زراعي ممتاز، ولكن التعليم فيها مهمش. مفهوم. سيد عبد الوهاب، هل لديك رسالة ترغب في توجيهها إلى الوزارة من خلال برنامجنا؟ رسالة بخصوص شنو يعني؟ بخصوص المدرسة، يعني مشكلة المدرسة هذه والتعليم المهمش بالمنطقة. أنتوا التقرير اللي عطيتوه تو عن المدرسة مكفيين وموفين، أستاذ محمد الحاسي زار المدرسة من يومين ومكفي وموفي، وأنا نطالب بشيء واحد بس، نطالب بوزير التعليم يعني نبيه حتى رحمة والدين منا يزورها بس المدرسة، يخليني من الصور اللي يزورها زيارة ميدانية. نعم. سيد عبد الوهاب عبد الشفيع، لك جزيل الشكر. أطلق المركز الدولي ميديا اتش دي ميديا فعاليات مهرجان صيف 2020-2021، والذي ينظمه المركز بشكل سنوي، بحيث يستهدف المهرجان شواطئ مدينة طبرق ناشرا البسمة والفرح على وجوه الناس في المدينة. مراسلنا محمد شحات والتقرير التالي. كعادته في كل صيف، يطلق المركز الدولي اتش دي ميديا في طبرق مهرجانه الصيفي الترفيهي، ذلك الذي يستهدف مجموعة من مصائف المدينة. هذه السنة اختير لهذا المهرجان شعار نشر التسامح والسلام من عاصمة السلام،
بحيث تضمن هذا المهرجان عديد الفقرات الفنية والترفيهية. يتخلل هذا المهرجان الترويحي والثقافي والفني والموسيقي العديد من الفقرات والمسابقات الثقافية والفنية، وأيضا عرض مسرحي لمسرحية فرقة نسيم الحياة اسمها فانتازيا، وفي مسابقات ثقافية أشرف عليها شباب المركز وبعض المشرفين، وأيضا فقرات غنائية من أطفال المركز. استطاع القائمون على هذا المحفل البسيط أن يرسموا البسمة وينشروا الفرح بين العائلات الحاضرة من خلال فقراتهم المتنوعة، ومن خلال بادرة تكريم لبعض الرموز الأدبية والفكرية في المدينة. اليوم طبعا مركز إش دي ميديا يكرم الراحلة أميرة المالح ويكرم الفنان جابر عثمان وبعض الشخصيات والكاتب عبد القادر بن دابة، فهذا يعني يعطي انطباع جيد لأن طبرق ومؤسساتها لا تنسى رجالها ولا تنسى أدباءها وفنانين. أيضا الجو الأسري، الأسرة كلها يعني تمارس الألعاب بحيث أن الأب يشارك طفله وطفل يشارك أمه. طبعا أكثر شيء فرحني الكل متفاعل والكل منظم، يعني مسيبين الساحة الألعاب، لو تشوفوا الألعاب جميلة جدا، ألعاب تراثية وألعاب بسيطة، وتم توزيع هدايا على الأطفال. طبعا الطفل تفرح حتى حاجة بسيطة، فأكيد مردودة على الأسرة حيكون يعني ممتاز بصدق، ونتمنى التطوير ونتمنى حتى نتمنى فاعلين الخير أنهم يدعموا مثل هذه الأنشطة اللي هي تكون الدعم الأسرة والدعم النفسي للأسرة. مهرجان الصيف البسيط هذا اعتبره الكثيرون من الحضور نقلة لطيفة تخرج بالأسرة الليبية من كبت الأزمات الحياتية التي فرضتها الظروف القاتمة إلى ساعات من الفرح واللعب تخفف قليلا من وطأة هذه الأزمات. محمد شحات، WTV. مشاهدينا، بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجددا. دمتم في رعاية الله.